لم تمضي 24 ساعة بعد على الانفجارات التي داوت بالقرب من محيط مطار دمشق الدولي والتي رجح أنها ضربات إسرائيلية، حتى أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوماً واسع النطاق على مواقع ومقرات الميليشيات الإيرانية في عدة مناطق في محيط دمشق. الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلاته نفذت هجمات على أهداف عسكرية لفيلق القدس وميليشيا أسد رداً على إطلاق 4 صواريخ باتجاه الجانب الإسرائيلي، في حين قالت مصادر محلية إن المواقع المستهدفة كانت في محيط مطار المزة العسكري وعلى مواقع في ريف دمشق الجنوبي والغربي، حيث تتواجد عشرات المواقع العسكرية والمستودعات التابعة للميليشيات الإيرانية التي تعرضت للاستهداف أكثر من مرة. وبحسب المصادر فإن 8 عناصر من بينهم مستشارون إيرانيون قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي، إضافة لتدمير مستودعات أسلحة وصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وأجهزة تنصت وتشويش وبطاريات دفاع جوي، وسط الحديث عن أن أبرز الأماكن المستهدفة هو اللواء 91 على أوتوستراد دمشق درعا، ويبعد عن مركز العاصمة 10 كيلومترات، وتتخذه الميليشيات الإيرانية مركزاً لها منذ سنوات. يليه موقع تل أبوسية الذي يقع على مسافة 8 كيلومترات من معسكر قيادة اللواء 68 ميجا، ويتواجد فيه عناصر من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، ومجهز بمنصتي صواريخ أرض، إضافة إلى 3 مستودعات لتخزين الأسلحة والصواريخ بدأت الميليشيات الإيرانية بتجهيزها منذ العام 2015، فيما نشر الجيش الإسرائيلي خارطة توضيحية بأماكن الاستهداف. ميليشيا أسد وكعادتها زعمت أن الدفاعات الجوية تصدت لما أسمته أهدافا معادية، غير أن مصادر محلية أكدت أن عدداً من المدنيين أصيبوا في قدسية وسعسع بشظايا صواريخ الدفاع الجوية، في حين اعتبرت روسيا ما حصل خطوة خاطئة.